ليلى 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 البنات كله أمارة حلوين تعمين وانا نفسي الست تكون حلوة من الحلوين قالوا تبع بلد وحلاوتها تسقر ملايين وكلك بابي ولا مامي ولا روح مشاوير وتبقى بيضة والنبي بيضة يا عم بيضة وتبقى بيضة يا عم والنبي بيضة 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 يا فرحان بقى انا عرست يسمعنا الصوت هلا 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 سيدة هلا 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 سيدة كل صوت يا فرحان بقى انا كل صوت هلا هلا بس اهم حاجه النهارده عشره فنيه بس العنوان بتاع الفرحه دي عشره فنيه عايز يقول يقول بس كله دول حدود تمام يلا بينا تمام زميلي حسين بعد يا حبيبي يا كنت مسمع عليه ده يا صاحبي سيبك من العجر عشره فنيه خليك مع السكران يسيبك من الفوق سخرنا على الناس لكن مع ربع بيت فيا الشعب المانا الشامع عيسى والفتان البن مش رايق انا نزلت سوق الصحاب وخدت لي الصاحب مليحه شويه قلت لها الصحف تكون ستر عليا اخترت غنينا للسادة شوية اهي طرف الايام حمد عسى والحظ عندي غير احتجت لها الصحبي والله حتى ما بعت لي ولا فتح لي باب بس عشان عسى محمد عليها نسيب نسيب عليك بنقول يا عم ودينا المولد على السور يا عم ودينا المولد على طول احنا صلى على الرسول صلى على رسول الله الفرحان يا حسام العيسى يا حماد العيسى يا سماعة صوتك هو كده يا رسول الله عليه وعلى فرحان بقول يا ست يا ابني العاقل سماعات السفنة خدام هنا يا جدع
السلام عليكم يا استاذ حسين العميد، الاهلي والسلام على محمد عبد الله، السلام على الوصول لاسم الفتاه الغربيه، السلام عليكم يا محمد عبد الله بالسلام.